الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله, الله ولا اله الا الله, الله الله يا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلنا إلى بحث مهم وهو الملازمة بين الحسن والقبح والأمر والنهي إحنا عندنا بعض الأمور الواقعية التي يدركها العاقل اللي هي مثابة الحسن والقبح الحسن هو الذي يدركه العاقل وهو ما ينبغي أن يصدر ما ينبغي صدوره الكرم والقبح الى ايضا يدركه العقل وهو الذي ما لا ينبغي صدوره فاذن الاول ما ينبغي صدوره الثاني ما لا ينبغي صدوره طبعا هذا الامر هو يعني مو انه مساله اعتباريه وادراك العقل لها على وفق ما جاء لا بل هي مساله حقيقيه واقعيه وليست اعتباريه فادراك العقل لها هو بغض النظر عن اصل مدركاتها اصل اساسها بل اصل ادراك العقل لها هذه مساله واقعيه حقيقيه مو مساله اعتباريه يعني مو قضيه مشهوره بل قضيه حقيقيه طبعا هذا اللي ينبغي واللي لا ينبغي هذا مو امر اعتباري ايضا بل هو امر واقعي تكويني حقيقي وهذا الامر التكوين الواقعي يعني ليس له ربط بما هو بما بالاعتبار بحيث هو وان كان في الواقع هو هذا جيد ولكن لاعتباره جعلناه قبيح مثلا لا بل هو العقل يدرك هذا الامر على واقعه فالعقل هو الذي يدرك يعني ليس له ربط في منشئه وليس هو الذي انشا هذا الحكم وليس هو الحاكم لا هو كل ما هنالك ان العقل يحاول ان يدرك هذه الامور ولكن باعتبار ان هذا العمل او هذا الادراك هو ادراك عقلي فيسمى بالحكم العقلي، وإلا العقل هو ليس بحاكم، العقل فقط مدرك. إذن هذه مسألة أولى. هل هناك ملازمة بين الحسن والقبح، وبين الأمر والنهي؟ بحيث كلما شيء كلما كان حسن، فإن المولى أمر به، كلما كان قبيح، المولى نهى عنه. هل هناك ملازمة أم لا؟ طبعاً هناك ثلاثة أقوال، القول الأول تقول: هناك ملازمة، كل ما كان حسن، كل ما أمر به الشارع، كل ما كان قبيح، كل ما نهى عنه الشارع، هذا القول الأول، القول الثاني يقول بعدم الملازمة، يقول: لا، لا توجد ملازمة بين الحسن والقبح وبين ما أمر به الشارع. فهذا من جنس وهذا من جنس اخر والقول الثالث هو التفصيل هنا القول الاول انه جماعه من الاصوليين ماذا يقولون يقولون هناك ملازمه بين حسن الفعل عقلا وامر الشارع به يعني اذا كان هذا الشيء حسن بحسب العقل فإن الشارع سوف يأمر به وبين قبح الفعل عقلا أيضا وبين أي شيء والنهي عنه شرعا فإذا هذا القول الأول أنه هناك ملازمة بين الحسن وأمر الشارع به بين القبح ونهي الشارع عنه القول الثالث يقول الثاني يقول لا يقول اصلا لا توجد عندنا هذه الملازمه، اما القول الثالث يقول لا ذاك ولا هذا، بل التفصيل بين يقول عندنا نوعان من الحسن والقبح. اكو عندنا نوعان من الحسن والقبح، يعني يقول لا انتم رايكم المطلق انه كل ما كان حسن كل ما كان حسن امر به الشارع وكل ما كان قبيح أمر به نهى عنه الشارع والقول الآخر اللي يقول أصلا ماكو ملازمة يقول لا عندنا نوعان من الحسن والقبح هذا القول الثالث اللي هو التفصيل بين نوعين النوع الأول يقول هو الحسن والقبح الذي يكون في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي يعني الان عندي وضوء الوضوء باعتبار طاعه يحكم العاقل بحسنه لماذا باعتباره طاعه لانه طاعه المولى حسنه وجوب شكر المنعم وخصوصا لما تبين ولما ثبت بالدليل بان هذه كلها فيه مصلحه فاذا كل ما كان بعد الحكم الشرعي هذا الحسن والقبح هاي مرحله والاخر اذا عندنا النوع الاول من من الحسن والقبح هو الذي يكون بعد متاخر عن الحكم الشرعي، اولا عندنا الرتبه الاولى الحكم الشرعي ثم بعد ذلك العقل يقول لان هذا حكم شرعي فطاعته تكون حسنه مثل الوضوء، فالوضوء حسن، لماذا؟ لأنه طاعة. هذا القسم الأول من أقسام أو النوع الأول من أنواع الحسن والقبح، وعندنا نوع ثاني اللي هو منفصل عن الحكم الشرعي مثل صدق الأمانة، مثل الصدق، مثل الكذب، هذه كلها لها أحكام مختلفة عن الحكم الشرعي ليس لها ربط في الحكم الشرعي. يقول إذا القول الأول قلنا بالتلازم، القول الثاني بعدم التلازم، القول الثالث بالتفصيل، التفصيل يقول عندنا نوعان من الحكم، الحكم الأول اللي يكون الحسن والقبح اللي يكون متأخر عن الحكم الشرعي والثاني اللي ما له ربط بالحكم الشرعي. يقول بالنسبة إلى الحكم الاول اللي يكون متاخر عن الحكم الشرعي الحسن والقبح يقول: هذا يستحيل يستحيل هذا النوع من الحسن والقبح ان يكون مستلزما للحكم الشرعي، الاستحاله من اي شيء جاءت، شوفوا يقول اذا هذه الصلاه واجبه فاذا كانت واجبه فانه تكون من الطاعه فاذا اصل الصلاه اصل الاتيان بالصلاه هو من الطاعه والطاعه حسنه فاذا تحسن هذه الامر هذا الحسن اللي متاخر عن الحكم الشرعي فاذا الزمنا ولزمنا لهذا امر شرعي اخر فيستلزم من ذلك التسلسل لان الصلاه توجب حسن آه هذا المسألة عقلاً وحسن المسألة عقلاً توجب الصلاة والصلاة توجب الحسن عقلاً والحسن عقلاً يوجب أمر آخر والأمر الآخر يوجب الحسن عقلاً وهكذا يلزم التسلسل والتسلسل باطلون لأنه كلما قلنا بأن هناك تلازم بين الحسن والقبح وبين الامر والنهي فاي منهما اذا كان موجود فيتبعه الاخر فراح تبقى هذه متسلسله لا تقف لان اينما وجدنا حسن فيتبعه امر شرعي، اينما وجدنا امر شرعي يتبعه حسن او قبح وهكذا فتكون متسلسله والتسلسل باطل. هذا من اي شيء نشا؟ نشا من وجود تأخر في الحسن والقبح على الحكم الشرعي فإذا كان متأخرا وقلنا هناك ملازمة فيلزم من ذلك أن يكون هذا متسلسل والتسلسل باطل لأن حسن الطاعة وقبح المعصية إذا استتبع أمرا كان ذلك الامر ايضا طاعته حسنه عقلا، ومعصيه هذا الشيء هو قبيحه عقلا، وهذا الحسن ايضا يستلزم حكم شرعي وهكذا. اما اذا قلنا بانه لا ان اذا قلنا النوع الثاني اللي هو منفصل عن الحكم الشرعي فهنا لا مشكله في الاستتباع. بأن يكون هذا ال هذا الحسن والقبح العقلي مستتبع لحكم الشرعي ما في أي مشكلة إنما وقعت المشكلة هناك من أي شيء من وجود تأخر على الحكم الشرعي لكونه متأخراً على الحكم الشرعي لكون حكم بهذا الحسن والقبح تبعاً للشارع المقدس. فإذا احنا عندنا الحسن هو ما يدرك ما يدرك العقل الى انه هذا ينبغي صدوره والقبح هو ما يدرك العقل بان هذا الامر لا ينبغي صدوره وهذا الانبغاء سواء كان ايجابي ام سلبي هذا هو ليس اعتباري بل هو امر تكويني واقعي كما سنطبق بعد هذا فالعقل هنا فقط يدرك أما لماذا نقول يحكم العقل كلما حكم الشارع بحرمته يحكم العقل بقبحه يقول هذا الحكم هو ليس لأنه وظيفة من وظائف العقل فأنسب إليه الحكم وإلا هو إدراك نطبق يقول الملازمه بين الحسن والقبح والامر والنهي عندنا حسن وقبح من جهه وعندنا امر ونهي من جهه اخرى يقول الحسن والقبح امران واقعيان يدركهما العاقل يعني من القضايا الاوليه القضايا البديهيه مو من القضايا المشهوره اللي لها للواقع او للوضع دخل في فيها لا بل هي من القضايا الاوليه البديهيه الحسن والقبح امران واقعيان يدركهما العقل من القضايا الاوليه مو اللي لاتفاق العقلاء عليهما ربط في وجودهما، لا بل هي اوليه. ومرجع الاول يعني مرجع الحسن الى ان الفعل مما ينبغي صدوره، هذا الفعل ينبغي صدوره. ومرجع الثاني اللي هو القبح الى انه مما لا ينبغي صدوره، هذا الفعل الذي لا ينبغي ان يصدر طبعا اكو اختلاف في التعاريف فبعضهم قال بان الحسن هو ما يدرك العقل مدح قائله او فاعله والقبح ما يدرك العقل هو ذم فاعله فهنا استتباع بعد الفعل ولا مشكلة، المهم نحن بحسب هذا التعريف أنه ينبغي صدوره أو لا ينبغي صدوره، وهو اللي ذكره الماتين رحمه الله، يقول: وهذا الإنبغاء ينبغي صدوره، أو مما لا ينبغي صدوره، إثباتا وسلبا، إثباتا يعني ينبغي صدوره، سلبا لا ينبغي صدوره، أمر تكويني واقعي. وليس مجعولا يعني يشير الى انه هذه المساله مو قضيه اعتباريه بل هي قضيه حقيقيه ودور العقل بالنسبه اليه الى هذا الانبغاء اثباتا او سلبا دور المدرك لا دور المنشئ والحاكم مره واحد منشئ هو الاساس في تكوين هذا الامر ومره واحد يحكم على هذا الامر ومره لا فقط يدرك هذا الامر وهناك فرق المنشئ هو الذي سبب هذا والحاكم هو الذي حكم على هذا اما المدرك فهو واقع هذا واقع وهو فقط يدركه يحصله ويسمى هذا الادراك بالحكم العقلي توسعا يعني هنا انما كان <applause> لا انه لانه له دور في حكمه او نشاته بل لان من يدركه هو العقل قيل بانه هذا هو حكم عقلي. زين وقد ادعى جماعه من الاصوليين الملازمه بين حسن الفعل عقلا والامر به شرعا. يعني اذا كان هذا الفعل حسن فالشارع يحكم به اما اذا كان قبيح فالشارع لا يحكم به هذا القول الاول وبين قبح الفعل عقلا والنهي عنه شرعا اذن هذا قول الملازمه فاذا عندنا اولا هو الحكم العقلي ثم بعد ذلك الحكم الشرعي والقول الثاني يقول الثاني يقول لا اصلا ماكو ملازمه حتى لو كان هذا الفعل حسن ماكو ضروره انه الشارع يحكم بوجوبه وفصل هذا القول الثالث وفصل بعض المدققين منهم هنا السيد شهيد يعني يمدح هذا القول الثالث باعتبار هؤلاء دققوا فانه عندنا اكثر من نوع للحسن والقبح لم يلتفت اليه الاول والثاني وإذا التفتوا إليه ينبغي لهم التمسك بالقول الثالث، وفصل بعض المدققين منهم بين نوعين من الحسن والقبح، أحدهما الحسن والقبح الواقعان في مرحلة متأخرة عن حكم شرعي والمرتبطان بعالم امتثاله وعصيانه، يعني أول شيء عندنا حكم شرعي بعد ذلك جاء حكم عقلي، هذا الحكم العقلي يقول أطيعوا هذا الحكم الشرعي باعتباره طاعة وحسن الطاعة فإذا هذا الفعل هو حسن عقلا. من قبيل حسن الوضوء باعتباره طاعة باعتباره طاعة لأمر شرعي. الوضوء لماذا حسن؟ لأنه طاعة والطاعة لأمر شرعي. فإذا يكون حسن. وقبح أكل لحم الأرنب هنا أيضا فعل هذا قبيح، لماذا قبيح؟ لأنه معصية. وقبح أكل لحم الأرنب بوصفه معصية بوصفه معصية لنهي لنهي شرعي، لأنه منهي عنه شرعا وفعله معصية، لذلك مثلا يكون قبيح. فاذا اولا عندنا حكم شرعي بعد ذلك من خلال هذا الحكم الشرعي نحصل على حكم عقلي فاذا عندنا حكم شرعي بعد ذلك حكم عقلي فهل هذا الحكم العقلي يستلزم حكم شرعي اضافي فهذا يستلزم التسلسل كما سياتي والاخر النوع الاخر من الحسن والقبح الحسن والقبح الواقعان بصورة منفصلة عن الحكم الشرعي، هذا ما له ربط بالحكم الشرعي، بل هو منفصل عنه، مثل أي شيء سيدنا، قل كحسن الصدق والأمانة، أبعد سواء نص عليها الشارع أم لم ينص عليها الشارع فهي العقلاء يحكمون بحسنها. النبي صلى الله عليه واله كان يسمى الصادق الامين قبل بعثته بغض النظر عن وجود حكم شرعي بان هذا الشيء حسن ولكنه من خلال العقلاء وادراكهم لهذه المساله فان هذه ليس لها ربط باي شيء بالشارع وقبح الكذب والخيانه ايضا الكذب قبيح والخيانه قبيحه ايضا هذه مساله يدركها العاقل. جيد، ففي النوع الاول، آه النوع الاول هو الحسن والقبح الواقعان في مرحله متاخره عن الحكم الشرعي. يقول ففي النوع الاول اللي عندنا حكم شرعي بعدين يجي حسن وقبح. يستحيل ان يكون الحسن والقبح مستلزما للحكم الشرعي، اذا قلنا انه هذا حكم شرعي ثم صار حسن وقبيح، إذا قلنا أن هذا الحسن والقبح يستلزم أيضاً حكم شرعي فهذا يستلزم التسلسل، لماذا؟ لأن هذا الحسن والقبح يستلزم أمر، هذا الأمر يستلزم حسن وقبح باعتباره باعتباره طاعة أو معصية، هذا الحسن والقبح يستلزم حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي باعتباره طاعة أو معصية يستلزم الحسن والقبح وهكذا فيستلزم التسلسل والتسلسل باطل يقول ففي النوع الأول يستحيل أن يكون الحسن والقبح مستلزما للحكم الشرعي هذا من الأمور المستحيلة أنه يكون بعد هذا بعد الحك... هذا بعد هذا العقل أو بعد هذا الحسن والقبح العقلي أن يأتي بعده حكم شرعي يعني هذا الحكم الشرعي ايضا يكون طاعة والطاعة يحسن طاعتها او معصية يقبح عملها وهذا ايضا حكم عقلي فيستلزم حكم شرعي اخر امر اخر وهذا امر اخر ايضا فيه اما طاعة او معصية فيستلزم الحسن والقبح وهكذا. وإلا للزم التسلسل كيف يقول لأن حسن الطاعة وقبح المعصية إذا استتبع أمرا لأن قلنا أنه هل يستلزم هذا الحسن والقبح أمر نهي أو أمر شرعي فإذا استلزم إذا استتبع أمرا ونهيا شرعيين كانت طاعة ذلك الأمر ماذا كانت حسنة عقلاً. هذه الطاعة لهذا الأمر إيش ستكون راح تكون حسنة. زين، ومعصية هذا النهي قبيحة عقلاً أيضاً. وهذا الحسن والقبح يستلزم بدوره أمراً ونهياً. وهكذا حتى يتسلسل فيكون هذا حكم شرعي يستلزم حكم عقلي، حكم عقلي باعتباره يستلزم حكم شرعي فيكون بعد حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي باعتباره عباده او طاعه يستلزم حكم عقلي وهكذا، واما في النوع الثاني اللي هو النوع الذي لا يكون هناك ربط بين الحسن والقبح، بل الواقعان بصوره منفصله عن الحكم الشرعي، يقول فالاستلزام ثابت وليس فيه محذور التسلسل، يمكن ان نقول بان صدق بان الصدق هو حسن عقلا فيامر الشارع به مثلا هنا يمكن بعد هذا الامر بالشارع ما يستلزم اي شيء التسلسل لانه توقف هنا بل جاء من حكم عقلي الى حكم شرعي توقف فاذا تبين لنا في هذا الدرس اولا معنى الحسن والقبح ثانيا معنى الادراك ثالثا معنى انه يكون هناك ملازمه بين الحسن والقبح وبين الامر والنهي ورابعا ان هناك في هذا الملازمه اربعه اقوال هل آه ثلاثه اقوال القول الاول بالملازمه انه الحسن والقبح يستلزم الامر والنهي، القول الثاني بعدم الملازمه يقول الحسن والقبح لا يستلزم الامر والنهي القول الثالث هو التفصيل بين نوعين من الحسن والقبح، إذا كان هذا الحسن والقبح متأخر عن الحكم الشرعي فهذا لا يستلزم ولا يستتبع حكما شرعيا، أما إذا كان أجنبي وأن يكون منفصل عن الحكم الشرعي فلا مشكلة ولا محذور ولا يلزم التسلسل، أما الاستقراء والقياس فسياتي الحديث عنه في الدرس المقبل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد و ال محمد